السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، الحوثيون يعلنون المدار بالمدار والبنوك بالبنوك. وإلى التفاصيل. حذر زعيم حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي النظام السعودي من مغبة الاستمرار في خطواته الجنونية الهادفة إلى تجويع الشعب اليمني وضربه اقتصاديا، مؤكدا أن اليمن سيقابل كل خطوة سعودية بخطوة مماثلة. وأوصل السيد عبد الملك الحوثي في خطابه اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد رسالته التحذيرية للنظام السعودي بالقول: سنقابل كل شيء بمثله، البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء، موضحا أن الأمريكي مستمر في محاولاته لتوريد النظام السعودي بعد فشله عسكريا في اليمن، مشيرا إلى أنه أرسل إلينا برسائل بأنه سيدفع النظام السعودي إلى خطوات عدوانية. وبيّن الحوثي أن من أهم ما يركز عليه الأمريكي هو المجال الاقتصادي لأن ضرره يلحق بكل الناس، متهما النظام السعودي بارتكاب خطوة جنونية وغبية بنقله البنوك من صنعاء. وأكد أنه لا أحد في العالم يفكر بهذه الطريقة، وأن الأمريكي يعرف أثر نقل البنوك السيء على واقع الشعب اليمني المعيشي وعملته والأسعار في البلد. وأشار إلى أن النظام السعودي أقدم على هذه الخطوة خدمة لإسرائيل وضاعة لأمريكا. وكشف الحوثي عن أن صنعاء وجهت النصائح والتحذير عبر كل الوسطاء ليتراجع السعودي عن هذه الخطوة الحمقاء، لكنه ما يزال يماطل. وأضاف أن السعودي اتجه بعد خطوة نقل البنوك إلى تعطيل مدار صنعاء وإيقاف الرحلات رغم محدوديتها وهامشها الضيق. وتابع قائلا: التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي استمرت مع مطالبته بإغلاق الميناء. وقال الحوثي: سنقابل كل شيء بمثله، البنوك بالبنوك ومطار الرياض بمطار صنعاء والموانئ بالميناء. وأضاف: سنقول على البنوك في الرياض أن تنتقل وأن تذهب، فهل تقبلون بهذا وتعتبرونه شيئا منطقيا؟ فلماذا تريدون فرضه على بلدنا؟ أوضح أن الأمريكي يريد توريد السعودي في حرب شاملة، أي العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد، مشددا على أن السعودي ليس له أي قضية ولا مبرر لتصرفاته العدوانية ضد شعبنا سوى خدمة الإسرائيلي. وأكد أنه لم يكفهم ما فعلوه خلال السنوات التسع الماضية ولا احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروات. وأضاف: لم يكفهم تجيش مرتزقة وعملاء لمقاتلة شعبهم، فاتجهوا نحو خطوات جنونية وغبية. وتابع قائلا: لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطوات النظام السعودي الجنونية، أو نتفرج على شعبنا يتضور جوعا وينهار وضعه الاقتصادي. وأكد أن انشغالنا بالمعركة المباشرة لإسناد غزة لا يعني أننا لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاه خطوات النظام السعودي الجنونية. وخاطب الحوثي النظام السعودي قائلا: من يعتقد أن بإمكانه إبادة شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد فهو مخطئ، مؤكدا أن اليمن سيعتبر ما سنقوم به في التصدي للعدوان ومواجهة أي خطوات في إطار المواجهة مع الأمريكي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.